السيدة إدريسي عضوة مجلس الجمعية الديمقراطية نساء المغرب. الوزارة الوصية أنها كتقول أن هي ما كتنسقش القانون 19 مع المرأة، ما نسقش ولادها، هي بي كتدبر الأمور، والقانون 19 هو عطيها بزاف صلاحيات من المادة واحد حتى المادة ما عرف ديما الوصاية الوصاية الوصاية. إذن هي ممكن قوة في النساء، عطيها قوة الظاهر، هي ظاهرة عطيها قوة، ما كنظنش أنها هي ما بينت شي حاجة، ما جات لا بالظلم باش تجاوزت تلقى المشاكل ديال النساء السلاليه، تجاوزتهم بالقضيه ديال الدوريات، الدوريه 60، الدوريه دابا 17، واللي وهاد الدوريات كتلزم الاداره اللي كاينه على المستوى التراب الوطني، السلطات المحليه. هادي باش بالنسبه للدار هي ما كتقولش تحت شي حاجه، حنا كنهضروا على القانون هادي، ما كتهضرش على مشروع قانون غتخرجوا، ما كتهضرش على تعديل، كتهضر دابا هضرت على الميثاق اللي خرجت الوزاره في 30 غشت 2012، على ميثاق لا تمركز اللي غيولي كلشي تدبير ديال الاراضي الجمعه يكون على المستوى الجهوي، على المستوى المحلي، المستوى هذا فقط. يعني بالنسبه لكم انتم لحد الان كتلاحظوا الوزاره متمسكه بالقانون؟ كنظن انه وانما خرجت ميثاق ديال لا تمركز ان لا جيستيون تدبير يكون على المستوى الجهوي من طرف السلطات الجهويه وهذا، ولكن دائما المركزي عنده القضيه ديال الصندوق وعنده القضيه ديال الفلوس والقضيه ديال هذا. ثم بالنسبه لكم احنا الغاء ان في ظل الدستور الجديد لا يعقل ان نحتفظ على ظاهر عنده 100 عام هو عرف زعما ما عندوش ما كاينش حتى شي حقوق ديال الافراد الجماعه وديال النساء. اذا هذا هو ديالنا.